سلام. وحدها الإرادة من تصنع منك إنسانا مميزا. ثابر واجتهد لتصل وستصل. الامتحان مجرد اختبار لقابليتك على فهم وحفظ مادة معينة اجتازوها الملايين من قبلك وعبروا إلى مراحل مختلفة. لا هم أحسن منك ولا ظروفهم أحسن من ظروفك ولا قابلياتهم أفضل من قابليتك، إنما إرادتهم كانت أقوى على تحقيق النجاح والعبور إلى المرحلة القادمة. خصص كل الوقت للدراسة وستجتاز ذلك الامتحان بسهولة. الحياة وقتها ستكافئك على قدر ما بذلت من جهد